الشان. وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي. ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. ماشي. 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 يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعة بسرعة. جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميكونا، وريتها كنافي بالمكسرات، لا دي كنافة أرداح. احنا في ميك كنافي بنقابل الناس اللي في ميك كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا، لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل وبرا قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ واق؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ده نفخني. يعني ده مش حجمك الطبيعي؟ لا ده قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ واق. ايه ما الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندرية. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جاب لك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاير. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القرية اللي بنبص له فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه؟ انا جرالي ايه؟ جرالي اني جرالي ايه؟ ايوه جرالك ايه؟ انا كنت قاعد على القهوة عادي وفجأة جه الجن قاعد جنبي قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوة ونسكافيه وحاجة ساقعة ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ الجن بريء ما عملش حاجه ما لبسنيش. الجن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج. انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كده. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا الجن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع. انت جديد ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره شكله قديم. ايه مساء الخير. واضح ان الجن مقصر فيك. ايه اللي حاصل؟ اختي نفسي في جن يلبسني مش لاقي جن مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك مخير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جن مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح ابقى اروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ما لبسني. لازم تقول الجن لبس. لازم اقول لازم انا واني قاعد قال الجن لبسني. واني قاعد قال الجن لبسني. ايوه ماشي. بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. الجن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. وتعصر ازاي؟ تعصر. ايوه كده لغايه اما تدخوا طوق عيالنا. يلا هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني جن. يا نار نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري. هرش لي يا عمدي. نار هرش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم.
ايه والله ناقه تمام تمام الحمد لله الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمدة. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمدة، بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني، ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القرية اللي اسمه سالم. الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. ولا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم. ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سالم؟ انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من الواد؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته. وطبعا انت الفتره اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي. صح طبعا ما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون. لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه جن؟ طبعا ده اسهل حاجه بعملها في اي حته. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ اه طبعا كتير. يعني انت بتفضل؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقف يا ابن كده هتطلعه المره دي؟ ما تقلقش. طب يلا. ايه ده احنا لسه عملنا حاجه؟ لسه لسه يا عم. طيب يلا وقف. بقول لك ايه؟ ايه قبل ما تطلعه ايه قول له يسيب كل حاجه مكانها واياك يخرج من حته تضايقني. ما تقلقش وقف. يلا ارجع يا جن الاصلك، ارجع زي ما حنا ماضي وحنا الحجار رجعوا بيغنوا. ارجع عايز اطلع مش عارف. يا نهار اسود ده في جن بجد. ايه الصوت دي؟ ده في جن. ده صوت جن؟ ايوه. يا نهار اسود. ايوه انت بتعرف تطلع الجن؟ انا بخاف اصلا. امال مين الحياه تطلع الجن هتوديني في داهيه. استنى استنى الكاميرات شغاله. ايوه اطلع يا جن اطلع. هو ده الجن؟ ايه القرف ده؟ عمال تقول اطلع اطلع مش عارف. اطلع طويل واسود جوه الدنيا ضلمه مش شايف. هو ده الجن؟ هو ده. والاول مره وسقف صحفي وسقف صحفي وسقف صحفي. صحافه جامدي ايه؟ ان احنا لاول مره هنقابل الجن وشا لوش. انا مش عارف الناس ليه مش مصدقه ان في جن. انا جن والله والله العظيم لو سمعت حاجه فيها لفظ الله اقسم بالله بولع مكاني. والله العظيم اولع في لحظتها على طول. اول ما اسمع الله اولع. طب ما انت بتقول والله. لا انا بقولها لو اسمعها اولع على طول. طب اقول له كده والله. والله لا لازم اللي يقولها بني ادم مش جن زي. والله ايوه المفروض اولع بقى. طب ما انت ما ولعت. لا ما انا جن مش ملتزم قوي بالتعليمات. والله يعني اسيب القعده الحلوه دي واولع. يعني انت جن؟ اه ايه فاد اهبل. يعني هتفضحنا؟ هديك 20 جنيه زياده بس اولع. 20 جنيه اعمل بيها ايه بعد ما اولع؟ ايه يا عمده انت هتولعوا فيا بجد؟ لا 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 انتوا فشلك كده ما حدش هيصدقني. ايوه انتوا ممثلين فاشلين ما حدش هيصدقني. تولعوا فيه. احنا عايزين فكره ثانيه غير فكره الجن دي. كده الحكومه مش هتهتم بيني. احنا ننظم كاس العالم. انت يا ما تنطقش يا هلا. انت كل افكارك هبلي ما تنطقش خالص. ايه وعايزين فكره تانيه؟ احنا ممكن نقول ان المجاري طفحت في بلدنا. واحنا عندنا مجاري من اصله. ده احنا عايزين نعمل كده عشان الحكومه تهتم بينا وتيجي تدخل لنا المجاري. انا عايز فكري تهز البلد. انا عندي فكره تهز البلد. ايه يا حاج شيخ البلد؟ ايوه يلا يلا تهز البلد. مش تهد البلد يا حاج. اهدي. عايز فكره يا جماعه؟ عايز فكره؟